أهلاً أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور صلاتي إلى الله أن هذه الحلقة تكون سبب بركة لحياتك أنا بدعوك تشاهد هذه الحلقة الهامة والمهمة جدا اليوم لحياتك حديثنا عن موضوع كتير كتير مهم مفتدين الوقت مفتدين الوقت احنّا عارفين إنّه عايشين في عصر السرعة الكل مستعجل منمشي بسرعة بناكل بسرعة بنتحرك بسرعة كل الأمور عاوزينها تخلص بسرعة وكل بتسمع عبارات مش فاضي مشغول كتير الوقت يا ريت الوقت يكون أطول وهكذا بتسمع هذه التعبيرات لكن هل بالفعل هي إرادة الله أن نكون ملحقين للوقت ولا مخطط أكبر الله عنده لحياتنا اسمع ما يقول الكتاب المقدس في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح الخامس يقول فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء، بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. مفتدين الوقت، أنا بدعوك في هذه الحلقة، ولربما تكون الفرصة الأخيرة في حياتك اليوم، إنك تشاهد هذه الحلقة، وإنه فعلاً إنه ربنا يعمل معجزة خاصة في حياتك اليوم، إنك تستقبل شفاء وخلاص المسيح لحياتك ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي المشاهدين مرة ثانية حديثنا في هذه الحلقة مفتدين الوقت فالسؤال طبعا اللي عاوز اطرحه لكل مشاهد كيف اذا نستخدم الوقت؟ كيف نفتدي الوقت ولماذا؟ لاحظ في كلمة الرب يقول فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لان الايام شريره فانظروا هون بيتكلم عن مش بس النظر بيتكلم عن استيعاب انسان بيحسب كل فرصه في حياته بينظر بيستوعب طبعا بالمفهوم الروحي وبيفهم انه حياته على الارض مش عشوائيه ولا صدفه لكن الله عنده مخطط رائع لحياه كل واحد منا فيقول انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لان الايام شريره لاحظ في رساله افسس الرسول بولس بيتكلم عن السلوك ويمكن هذه المره الاخيره السابع مره بيبتدي في الاصحاح الثاني بذكر مؤمنين افسس انهم كيف سلكتم حسب هذا الدهر حسب رئيس سلطان الهواء بيتكلم انه كيف كنا اشرار او بعيدين عن الرب غير مؤمنين وايضا بنفس السفر بيتكلم عن ان نسلك ليس كما يسلك سائر الامم ببطل ذهنهم إذ هم مظلمو الفكر فالإنسان بحسب كلمة الله إذا بيقول الرب أبعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر فهو يختار الموت يختار رسالة الهلاك وبيختار أنه يسلك بحسب إله هذا الدهر اللي هو الشيطان وبيسلك بحسب بطل وشهوات الأمم اللي كانت تمارس الخطية والإباحية وطبعا الوثنيه في حياتها لكن للمؤمنين من ناحيه ثانيه يقول ان نسلك كما يحق للدعوه التي دعيتم اليها. يقول ايضا عن هذا السلوك ان نسلك كاولاد النور ان نسلك بالمحبه وان نسلك بالتدقيق في هذا المكان. وهذا السلوك احبائي كما قال رسول الى اهل غلاطيا أسلكوا بالروح حتى لا تكملوا شهوة الجسد وفي رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثاني والآية ستة أن نسلك كما سلك ذاك ولاحظ السلوك هون بيتكلم مش عن إضاعة وقت ولا يتكلم عن رياضة يعني اليوم في كتير ناس بتمشي لكن الشيء الطبيعي في أيام بولس إنه عشان تقضي أي حاجة عشان توصل لأي مكان لازم تسلك، لازم تمشي، فبيتكلم عن سلوك لكن في هدف من وراء هذا السلوك وفي غاية والغاية هو انك انت تحقق وتوصل لهذا الهدف، وفرضا انا مسافر إلى بلد معينة في أيام بولس لازم امشي مسافة معينة وهذه المسافة طبعا هي بكل بساطة أن أسلك وان اصل الى الهدف المنشود والى الرؤيه اللي لازم تتحقق في حياتي. فكيف افتدي الوقت اذا بحسب كلمه الله؟ ينبغي اولا ان ندرك ان حياتنا على الارض محدوده. مهما كان عمر الانسان عمر الانسان محدوده مقارنه بالابديه. فحياة الإنسان محدودة إذا عشنا على الأرض يعني السنين اللي بنعيشها هي سنين محدودة، اسمع ما يقول الكتاب المقدس في مزمور 39 آية 4 بصلي بقول عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي فأعلم كيف أنا زائل هوذا جعلت أيامي أشبارا وعمري كلا شيء قدامك إنما نفخ كل إنسان قد جعل وأيضا موسى بيتكلم في مزمور تسعين من آية عشرة إلى آية 12 لاحظ بقول أيام سنين هي سبعون سنة وإن كانت مع القوة فثمانون سنة وأفخرها تعب وبلية لأنها تقرض سريعا فنطير بعدين بيكمل بقول إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة بقول كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء وموسى بقول إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة الرسول يعقوب في الإصحاح الرابع آية 14 يقول أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. تصور بيوصف حياة الإنسان أشبار. وأنا عندي يعني يد كبيرة ضخمة الشبر كبير، مهما كانت في ضخامتها كل الحياة بسميها أشبار. وأيضا يقول المرنم حياتنا كظل عابر وهنا الرسول يعقوب بيقول حياتنا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل يعني ظهور الانسان وحياته سواء عاش 80 سنه وعاش اكثر من 80 سنه افخرها تعب وبليه وهذا السؤال سال فرعون الى يعقوب ابو الاسباط، لاحظ هذا السؤال كم هي ايام سني حياتك؟ فقال يعقوب لفرعون أيام سني غربتي مئة وثلاثون سنة قليلة وردية كانت أيام سن حياتي ولم تبلغ إلى أيام سن حياة أبائي في أيام غربتهم فإذا نستطيع أن نستشف من جواب يعقوب أبو الأصباط أن الوقت قصير الوقت ثمين جدا والوقت غالي انه يعني ننظر لهذا الموضوع بعين الاهميه وبعين الجديه، فاذا لما يقول مفتدين الوقت هنا لا يتكلم عن التدرج الزمني بحسب الزمن لكنه بيتكلم عن الفرصه بيتكلم عن العمر بيتكلم بشكل عام عن حياه الانسان كيف يقضيها وكيف يستثمر فيها وكيف يفعل اهم شيء في حياته وكيف يميز وكيف يطلب الاولويات في حياته فاذا ينبغي ان ندرك مهما عشنا على الارض حياه الانسان قصيره حياه الانسان محدوده شيء ثاني لازم ندرك احبائي ان الوقت هو عطيه من الله فكيف تقضي الوقت ان شئنا ام ابينا الوقت هو عطيه من عند الرب اليوم الرب اعطاك فرصه جديده اليوم الرب اعطاك نفس جديد اليوم الرب اعطاك حياه اليوم انت عايش فاليوم اللي انت عايش فيه كيف فيك تستثمره كيف فيك تعيشه كيف تقضي وقتك في هذا النهار خلال ال24 ساعه فكيف تقضي هذا الوقت هذا الوقت اعطيه من عند الله الكتاب المقدس بيعلم في سفر التكوين لاحظ الكلمات مكتوب لتكن انوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لايات واوقات وايام سنين فالرب اعطاك 24 ساعة لا تقتل الوقت ولا تضيع الوقت فمن بداية الخليقة الله اعطانا الوقت 365 يوم سبع ايام في الاسبوع 24 ساعة في اليوم فكم من الساعات تقضي وانا لا اريد ان اتكلم عن الاحصائيات كم من السنين الانسان بيقضي على الاشارات الضوئية كم من السنين الوقت اللي بمر على الاكل كم من سنين الوقت اللي بمر على النوم وكل هالاشياء طبعا جزء من الحياه ضروريه ايضا كم من السنين اللي انت بتحاول تعمل قرارات كم من السنين وهكذا وهكذا لما بتجمع السنين في باكج واحد بتقول اوف كل هالسنين وين راحت كيف مضت كيف ضاعت وبعدين كم من السنين اللي بقضيها الإنسان على التلفزيون على الميديا على الآلات الإلكترونية اليوم على السمارت فونز على الهواتف الذكية وهكذا عم بتضيع سنين من حياتنا وإحنا غير مدركين أهمية هذه السنين فإذا الوقت هو عطية من الله حتى انك تستثمر هذا الوقت بافضل ما عندك ثم احباء الوقت ثمين يعني اليوم في ناس بتضوع ايام بيطلع الصباح وبيجي المساء من غير ما ندرك اهمية الوقت في حياتنا كل يوم اعتبره هو افضل يوم في حياتك استخدم الوقت طبعا بالصورة الصحيحة والصورة الصحيحة ايش الافضل بقول اطلبوا ملكوت الله وبره. احفظ الكلمه وانت بتسافر استخدم استثمر انك تقرا شيء مفيد. ما تتزمر على الوقت انه راح بل بالعكس انت استخدم الوقت لمصلحتك، لمنفعتك، افتدي الوقت. وكلمه افتدي كلمه فداء تعني شراء. يعني انت عم تشتري بدفع الثمن. وهذا الوقت اللي انت بتشتريه لما بتشتري شيء معين انت عاوز تستخدم هذا الشيء بافضل صورة بافضل ما عندك وفرضا انت شريت شيء معين مش راح تضوعه اذا شريت سيارة مش راح ترميها وان شريت اي شيء غالي وثمين مش راح تستنفذه لكن بتحاول انك تتأقلم بتتحاول انك تعمل افضل شيء بالشيء اللي انت شريته تذكر انه كل يوم كانه اخر يوم وانك انت محتاج ان يكون لك لقاء مع الرب تعرف حبائي في شيء كتير كتير مهم عداد الزمن لا يرجع الى الوراء فالشيء اللي انا تكلمته خلاص انتهى الى الابد القرار اللي انت بتعمله في الحال بيأثر على مصيرك وعلى ابديتك وكل انسان مطالب سوف يحاسب امام الله. الله اعطانا اموال لنستثمرها ونستخدمها لمجده. الله اعطانا عطايا وبركات حتى نستخدمها لمجد الرب. والله اعطانا الوقت حتى نستثمره افضل ما عنا يكون لمجد الرب. فاذا العداد لا يرجع الى الوراء واحذر. لا تستطيع أن تخدع الوقت لكن افتدي الوقت اليوم في رسالة كولوسي الإصحاح الرابع والآية خمسة مكتوب أسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت وهم يتكلم كمان على الكراسي يعني انك مش بس تفتدي تستثمر بحياه القداسه والسلوك لكن حياتك انه تفعل الخير وتكرز بالبشارة السارة الأخبار المفرحة وتعمل الخير للجميع كما يقول الكتاب المقدس يقول الكتاب أيضا وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم فإذا الله اللي حتم بالأوقات بكل شيء حتى السكن والبلد والحركة اللي انت بتنقل فيها او بتنتقل اليها هي في ضمن مشيئة الله ولا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب واحنا بنعرف الحكيم سليمان قال لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت في وقت لكل شيء من اجل هذا الوقت ثمين استخدم افضل ما عندك العداد لا يرجع الى الوراء ومن انتهى من دقيقه انتهى الى الابد ساعه طبعا الساعه تتقدم الى الامام انا بدعوك فعلا اليوم انك تفكر بحياتك وتفكر بابديتك وتفكر في نفسك اليوم انت غالي على قلب الرب ابقى معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لان الايام شريره. احبائي شيء اخر بموضوع الوقت، استخدم كل فرصه. الرسول بولس كان موجود في سجن افسس وعم بيكتب لتيموثاوس، ولاحظ شو بيكتب؟ له اكرز بالكلمه. اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب انتهر وبخ وعظ بكل أناء وتعليم ليه؟ لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات أما أنت فصحوا في كل شيء يعني انتبه احذر فانظروا كيف تسلكون احتمل المشقات اعمل عمل المبشر تمم خدمتك تعرف حبائي وقت مناسب وغير مناسب لانه عدو الانسان هو الشيطان والشيطان هو لص حرامي اللي بيسرق الوقت وبيضيع الاملاك والاوقات الثمينه في حياتنا كم من الوقت الضايع على الخطية؟ كم من الوقت الضايع على الكلام المؤذي، كلام النميمة، كلام التشهير والتعيير؟ كم من الأوقات التي تضيع على أمور لا تمجد الله؟ وأحياناً أمور بتضيع على أشياء جيدة لكن مش الأفضل، مش بحسب مشيئة الله. مثال على ذلك، مرثا كانت طبعا نشيطه جدا لكن اهتمت في الامور الزمنيه والرب تكلم وقال مرثا مرثا انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيره ولكن الحاجه الى واحد اما مريم فاختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها. انا مدرك احبائي نحن نعيش في مجتمع مليء بالاعباء مليء بالالتزامات، التزامات اجتماعيه طبعا كل واحد عنده ظروف، عنده عائله، عنده املاك، عنده عمل، معلومات، لكن بقول لا تكونوا اغبياء افهم مشيئه الله. هل تعتقد انه الله باركنا في يوم 24 ساعه حتى نتذمر على الوقت ونقول انه انا مشغول جدا لدرجه انه الله مش مدرك اهميه الوقت فاذا تعرفوا احبائي مارتن لوثر قال كان برنامجه مزدحم جدا في ذاك اليوم فقال لانه برنامجه مزدحم جدا محتاج ان اقدم على الرب ثلاث ساعات في الصلاه حتى يدرك مشيئه واراده الله في حياته هل اراده الله انك تكون مليء بالاعباء والقلق على أمور كثيرة قال الرب أنا الرب في وقته أسرع ساعة الرب لا بتقدم ولا بتأخر دايما على الوقت شيء آخر ما في صدفة عند الرب إذا الرب باركك في وقت فإذا الله بيعرف أنك كيف مهم أنك تستثمر بالأولويات بدل ما أنه تكون أمور كتير ضايعة في الحياة من غير ما تدرك أهميّة الموضوع من غير ما تدرك خطورة الموضوع من غير ما تدرك جدّيّة الموضوع افهم ما هي مشيئة الرب احسم الأوليات ما هو أهم شيء في الحياة طبعا كلنا نتفق أهم شيء في الحياة علاقتي مع الله وهذه العلاقة تؤثر على جميع قراراتي وعلى برامجي اليوميه البرامج اللي انا بسلك فيها خلال اليوم بتكون محدده بحسب علاقتي مع الله. كم من الوقت انت بتقضي انك تصلي للرب. كم من الوقت بتقضي انك تقرا كلمه الله. كم من الناس المشغوله انه حتى تروح على الاجتماع او على الكنيسه. كم من الناس اللي بتقضي وقت مع العيله، العيله هدية بركة عطية الله أعطانا إياها حتى نقضي وقت مع العيلة مع زوجتك مع أولادك خصص وقت معين مرات محتاج أنك تقفل التلفون مرات يعني لازم تدرك علاقتك بالعمل أنه بتتطلب أمانة بتتطلب استقامة الله شايف لأنه الوقت هو جزء من مخطط الله إذا أنت ما استثمرته في الشكل الصح فيعتبر خطية. تعلم إنك تعيش كل يوم بيومه. تعرف أحبائي في مشكلتين إنه الإنسان يعني لا ندرك خطورتها. المشكلة الأولى الأسف على يعني على الماضي وهذا واحد من من أعظم الأعداء دايماً يعني الوقت الماضي لأن الماضي بيلعب دور كبير في حياتنا يمكن في ناس اتأذت من الماضي في ناس اتأذت من الطفولة في ناس اتعمل فيها أشياء اللي مأثرة على حياتها وعلى علاقتها مع الله وعلى علاقتها مع العيلة فالماضي مثل شبح بيتهمم الإنسان بحاول دايما يرجعه إلى الوراء دايما يشعر بالإحساس بالذنب والشكايه تشعر انك انت تحت اعباء، تحت ثقل ففي كثير ناس عايشه في الماضي لكن العدو الاخر القلق على ما سيحدث في المستقبل. والرب يسوع عالج المشكلتين. الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. هذه مشيئه الله قداستكم. اهتم باليوم الحاضر يكفي اليوم شره يقول الكتاب المقدس لانه من يهتم باليوم فللرب يهتم لا تهتموا للغد اطلبوا ملكوت الله وبره اولا هذه يعني الامور الثانويه كلها راح تزاد لكم يكفي اليوم شره لو الله دلوقتي بيعطيك سنه شو رح تعمل بالسنه؟ كم ستعمل؟ لو انه انت عارف انه امامك في يوم في العمر، شو رح تعمل في هذا اليوم؟ انا متاكد انه رح تستثمر افضل ما عندك. لو الوقت انتهى، شو رح تعمل؟ هل انت مستعد للقاء الهك؟ احبائي الكتاب المقدس بيتكلم عن مثل غني اخصبت كورته ففكر في نفسه قائلا ماذا اعمل اهدم مخازني وابني اعظم واقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيره موضوعه لسنين كثيره كلي افرح ابتدي يناجي نفسه يتمتع بالحياه لكنه لم يدرك صوت القضاء عندما سمع قائلا يا غبي هذه الليله تطلب نفسك منك وهذه التي اعددتها لمن تكون فاذا فاسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء هذا الغني الغبي اهتم في في نفسه في جسده لم يهتم بنفسه اهتم بحياته ما اهتمش في مماته اهتم في حياته ما اهتمش في ابديته كيف واين سيقضي الابديه تعرفوا كثير ناس الزمن عداد الزمن عم بيعبر عم يمشي يوم بعد يوم بعد يوم غير مدرك عم بتأجل في الزمن فهل أنت مستعد للقاء إلهك وهذا السؤال مهم جدا أنك تجاوب عليه اسمع ما يقول الرسول إلى طيطس إصحاح اثنين لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر نفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة في أعمال 17 آية 30 و 31 فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة طبعا الرسول عالج هذا الموضوع قال واما الازمنه والاوقات فلا حاجه لكم ايها الاخوه ان اكتب اليكم عنها لانكم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء فاذا لا تؤجل تعرف في شخص لما طلب منه الرسول بولس قال اذهب ومتى حصلت على الوقت أستدعيك هذا الشخص طرد من وظيفته ولم يأتي الوقت أبدا إطلاقا ما رجعش الوقت هو ذا الآن وقت مقبول أم تستهين بغنى لطفه وأمهاله وطول آناته غير عالما إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة فإذا الله أعطاك اليوم حتى إيش تطلبوا مكتوب ايضا الله لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبه اليوم الفرصه مفتوحه لك انها الان ساعه لنستيقظ من النوم لنخلع اعمال الظلمه ونلبس اسلحه النور انتهز كل فرصه عيش في القداسه كل فرصة إنك تمجد فيها الرب يسوع المسيح اطلب الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب تعرفوا في متى العرب يقول أربع أشياء لا ترجع لما بتضرب السهم لا يرجع والكلمة المنطوقة لا ترجع والوقت اللي بمر لا يرجع والفرصة الضائعة لا تعود مرة أخرى حياة الإنسان كما وصفها إشعياء وقد ذبلنا كورقه. انا بدعوك اليوم من كل قلبي انك تستثمر في وقتك، تطلب الرب الان وهذا الوقت حتى الرب يعطيك الحياه الابديه، ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل ثم اخذ المكالمات. أهلا أعزائي المشاهدين حديثنا مفتدين الوقت كيف نفتدي الوقت آه راح أفتح المجال فرصة للمكالمات وإذا عندك أي مداخل أي مكالمة اتواصل معنا خليني أخذ المكالمة الأولى من الأخت فريال من المملكة المتحدة من بريطانيا آه أخت فريال أهلا وسهلا فيك أنت معنا على الهواء تفضلي ألو أخي نزار سلام عنا المسيح معك وأهلا وسهلا أهلا بك أهلا أخي نزار فعلا مثل ما تفضلت أن اليوم اللي يروح من عمرنا ما راح يرجع نعم. وما حد في العالم كله ضامن عمره بعد ساعة واحدة فلهذا الكتاب المقدس الوحي الإلهي يقول إن سمعتم صوته الآن فلا تقسوا قلوبكم عم. اليوم أو الآن مش بكرة لأن يعني إحنا ما ضامنين بكرة نعم. ومجيء الرب هو قريب لا محالة الرسول يعقوب في الإصحاح الخامس يقول فتأنوا أيها الأخوة إلى مجيء الرب نعم. الفلاح يزرع وينتظر محاص... حصاد محاصيله في السيف لا ينام ويسهر وينتظر الحصاد والمؤمن المسيحي ايضا ينتظر مجيء الرب بصوره ياتي بغته طبعا وعلينا نحن ان ننتظره ان نكون المؤمن المسيحي نكون سائرين مستعدين مسلمين نعمل بامانه لاجل بناء ملكوته وبناء ملكوته هو كسب النفوس للخلاص نعطيهم رسالة المسيح البشرة السارة لكي يخلطوا ويأتوا يعرفوا الرب يسوع المسيح وينالوا الحياة الأبدية لأن رابح النفوس هو الحكيم. <applause> فأصلي لكل واحد أن يستغل الوقت لأن ما ما مضمون والأيام شريرة إذا نشوف المشاكل والمآسي اللي بتصير أخ نزار. ما حدا من عمره في اي لحظه آه ينتقل لكن لكن الفرق بين اللي ينتقل مع الرب يسوع المسيح ومخلص ومولود ولادة ثانية وبين اللي بعيد عن الرب هذاك الوقت يكون آه البكاء السري العصيان وانا اصلي للجميع ان يعرفوا الرب يسوع المسيح اشكرك اخي شكرا يا اخت فريال على المداخله ربنا آه يباركك يقول الكتاب اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم اليوم هو يوم خلاص اليوم هو وقت مقبول فما تضوع الفرصة في حياتك الفرصة لن تعود هاي من نعمة الرب إنه أعطانا هذه الفرصة اغتنمها استخدمها ما تضوعها افتديها يعني اليوم هي ملكك هذه الفرصة حتى تحصل على الحياه الابديه والخلاص الابدي راح اخذ مكالمه ثانيه آه من آه الاخت نهال من بريطانيا اهلا وسهلا اخت نهال ات معنا على الهواء وسهلا بك حاجة القسيس بشكر حضرتك جدا على التغطية الرائعة اللي من كلمة الله وعايز أدروس فعلا الجملة اللي قلتها حضرتك إنه الساعة لا ترجع إلى الوراء لا. يعني فعلا معظم الأشياء أو ممكن حاجات كثيرة قوي أستردها بك لكن للأسف الشديد الوقت when it's gone it's gone زي ما بيقولوها وعايزة أقول إنه إحنا المؤمنين يعني يمكن في نقطة مهمة عايزة أنبه عليها إنه معظمنا بيهتم أن يدي العشور في المال لله، لكن بننسى أو بنتناسى إنه مطلوب برضو مننا العشور في الوقت، يعني م. كل يوم 24 ساعة أنا مطلوب مني ساعتين وأربعين دقيقة، يعني ثلاث ساعات إلا ثلث للرب، م. فتقريباً أقدر أقول إن معظم المؤمنين وأولهم أنا حرامية قدام الرب، فيعني في ناس بتسأل يا الفيسبوك صح ولا لا أنا بقول أنه الميسيوز الحاجة اللي بستخدمها غلط هو ده الغلط لكن أنا ممكن أستخدم الفيسبوك في حاجات رائعة ويبقى وقتي مش ضايع ممكن أشير آيات من الكتاب المقدس ممكن أشير نبس حاجات حلوة للإفادة عندي تعليق على حتة حضرتك قلتها برضو على مرسى واهتمامها بالأمور الزمنية يمكن أنا عشان شوية بهتم بإضافة الغرباء وعندي دايما البيت مفتوح فأنا يعني مش مش قادرة أعتب على مرسى لأنه لو مرسى ما عملتش كده يسوع ما كانش كله يعني واحنا هتقولي حاجه الى واحد يعني صنف واحد ولا زي ما المفسرين فسروها احنا الشرقيين بنحب نكرم يعني وده ضيف عظيم بل واعظم ضيف يعني والسؤال اللي برضه نفسي حضرتك ترد عليا لو انا خادمه والخدمه تعارضت مع طلبات البيت بتاعي مين ياخد الأولوية؟ لأنه في مدرسة بتقول اهتم ببيتي وأنا أهتم ببيتك، يعني الله بيقول لنا لو اهتمت ببيتي أنا ههتم ببيتك، في مدرسة تانية تقول لأ بيتك هو اللي ياخد الأولوية، فعايزة أعرف رأي حضرتك وآخر حاجة بقولها إنه يمكن كل الأنباء والنيوز قالت على القنبلة اللي حصلت في مانشستر إمبارح، فالناس اللي بتقول مش مهم لسه المجيء لسه بدري ومش مهتمة بالوقت، الناس دي يعني بجد في غيبوبة لأن الموت بيجي في أي لحظة، فكن مستعدا والرب يباركك يا أسيس نزار. ويباركك ايضا بالنسبه للخدمه بتتعارض مع البيت البيت جزء مهم كبير في حياتنا لكن كل شيء بيتطلب الدافع الصحيح والغرض السليم في اي شيء بنعمله الله بيعطينا بيوت وبيعطينا عائلات مش على اساس نهملها على اساس تكون جزء من الاهتمام لانه فعلا اللي ما بيعرف يهتم في البيت بتاعه كيف بده يهتم بخدمه الرب طبعا في يعني هذا الجواب ما في جواب انه يكون كامل شامل لكل الاسئله اللي ذكرتيها يا اخت نهال بموضوع الخدمه ولا هي موضوع تفسير في دعوه الله بيدعو ناس في خدمات متميزة في خدمات معينة بتتطلب مثلا فول تايم كل الوقت أن يكونوا في هذه الخدمة كل إنسان بيخدم حتى في بيته إحنا مسؤوليتنا أنه أولادنا وبيوتنا كمان يطلعوا يحبوا الرب كما قال النبي في العهد القديم أما أنا وبيتي فنعبد الرب إذا أنا بدي أربح كل الدنيا وبيتي بعيد عن الرب فانا اعتبر انسان فاشل. طبعا اقول هذا مش يعني بتحفظ لانه احنا بنطلع على الوقت الزمني لكن في مخطط الله اولادنا وبناتنا اللي احنا بنصلي من اجلهم وبذره الايمان اللي انزرعت في قلوبهم حتى لو انحرفوا مع الزمن الرب كفيل انه يرجعهم ويرجعهم الى الحظيره. فما في جواب الا كل يعني سؤال في هذا الموضوع بيتعلق عن شو هو السؤال بحسب العيلة والترتيب الزمني. أما بما حدث ب بمنشستر طبعاً إحنا من عز كل أهالي الضحايا وهذا طبعاً ثقافة الموت مثل ما قلت سابقاً. الرب قال اختر الحياة قد جعلت قدامك الموت والحياة البركة واللعنة. فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. في ناس بتختار الحياة لكن للأسف في ناس بتختار الموت، وفي ناس بتختار اللعنة، ما بتعرفش تعيش إلا بثقافة الموت، بالقتل وبالدمار وبالهلاك، وهذا ال الشيء اللي بيفهمه، وهي صفة الشيطان مثل ما بنعرف الشيطان عنيف، الشيطان قتال، الشيطان سارق وحرامي وجاء ليهلك أنفس الناس. ما بحبش الحياة ما بحبش الناس يشوف الناس مبسوطة في حياتها لا لازم يعكر مزاج الناس لازم دائما يقوم في دور الخراب والناس اللي بتعمل هذا الشيء بحاولوا ياخذوا دور الله كأنه الله هو خادم عندهم أو رسول عندهم بيشغلوه بحسب إرادتهم ولا يعلمون أنه مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي انا بصلي من هاي اللي بتقوم بالتفجرات في اسم الدين انه الرب يفتح عينيها وترجع الى معرفة خلاص المسيح خليني اخد مكالمة من من مصر من محمد اهلا وسهلا فيك اخ محمد الاخ محمد من مصر انت على الهواء تفضل حضرتك عندي مشكلة يعني في الموضوع ده آه سؤال انا بحس يعني في في جميع الاخ محمد انت معانا على الهوا تفضل حضرتك انا بحس طيب خليني اخذ مكالمة ثانية آه 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 الاخ جورج من كندا اهلا وسهلا فيك اخ جورج تفضل سلام الرب يسوع اخي نزار ربي وفقك موضوع شيء طيب مش عارف اذا في خلل فني لانه مش عم بسمع اي اي شيء الاخ جورج انت معانا على الهواء تفضل طيب على ما يبدو انه في مشكله فنيه معانا في في الصوت خلينا ناخذ فاصل والأشخاص اللي اتصلوا فينا من فضلك ابقوا على الهواء حتى نصلح العطل اهلا اعزائي المشاهدين اسف على العطل الفني احنا معاكم على الهوا خليني ارجع بجرب ارجع اخذ نفس المكالمات في كان معانا مكالمه من مصر آه الاخ محمد من مصر اهلا وسهلا فيك اهلا بك فندم انا اسف أه على العطل الفني اخ محمد تفضل حبيبي حضرتك انا مسلم طبعا وبعدين قرات الاسلام كتير بصراحه اعتقاد شخصي وبعد قرايه كتير اهو يمكن ثلاث سنين متواصل ابحث في كتب التراث القديمه كلها التقيت ان ان القران والحديث مناقض بعضه ببعضه ففكره الاسلام عامه ما هيش داخل قلب خالص يعني انا بصراحه هي خارجه من قلب خالص موضوع الاسلام وليت حريه شخصيه ايه أه لجميع الاجيال لاي حد يعني فانا بصراحه فكره الاسلام ديت انا مش راضي بيها خالص عن نفسي ومش مؤمن أه انا اسف اخ محمد الخط راح من فضلك ترجع تتصل مره ثانيه اخ محمد الخط انقطع خليني اخذ مكالمة آه جورج من كندا اهلا وسهلا فيك اخ جورج تفضل سلام الرب يسوع اخي نزار الرب يباركك موضوع شيق جدا اهلا جورج تفضل عليك آه انا بس بدي اشارك آه اخي نزار آه ذكريات مثل مثل امس وكانها لحظات كنا صغار واتذكرها كطفول انا قريب الستون ستين سنة مثل ما يقول واتذكرك لما فتحت برنامج تبعك آه نور آه لجميع الأمم على التلفزيون اللي كان في يطلع على برنامج اجنبي وكانها لحظات اخي ولما تذكر لما شفتك كمان لسه اولادك كانوا صغار وانت رايح لتورنتو واليوم الكل شباب يعني الوقت يمر انا بس بدي اقول اقول مثل ما قلت انت بالجامعه لكل شيء زمانا ولكل ولكل امر تحت السماوات وقت للولاده ووقت للموت وقت للغرش وقت للقلع ما بدي اطول فيها بعدين يقول وقت الحرب وقت للصلح وقت فأي منفعة لمن يتعب ممن يتعب به قد رأيت الشغل الذي اعطاه الله بني البشر ليشتغلوا به صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي عمله الله من البداية إلى النهاية. عرفت انه ليس لهم خير الا ان يفرحوا ويفعلوا خيرا في حياتهم، م. الانسان الذي يفعل كل شيء في حياته ولم يفعل شيء مما في من من, من الروح القدس من الرب الموجود فيه وكانه لم يفعل شيء ولم يحصل على شيء، وكمان في العبرانيين آه انا للمره الثانيه اختي سريال الروح القدس ليس وكان ولكن الروح القدس للتأكيد انه كنتم يقول في العبراني في 10 انهم يقول قد حتى اقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي انظروا ايها الاخوه ان لا يكون في احدكم قلب شرير بعد بعدم ايمان في الارتداد عن الله الحي بل عظوا انفسكم كل يوم ما زال ما الوقت يدعى اليوم لكي لا يقس احد لا يقص احد منكم بغرور الخطيئه لاننا قصرنا شركاء المسيح ان تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة الى النهاية، اذ قيل اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الاسخاط. يعني الانسان انا بقول لكل المسيحيين والمسلمين الوقت لي، لانك لن تعلم وبعد لحظة اذا كنت سوف تكمل هذه اللحظة او لا، لانها وقت وفرصة يجب عليك تستغل هذه الفرصه وتؤمن بالرب يسوع لانه هو الطريق الوحيد وبدونه لا شيء. الرب شكرا كثير شكرا, شكرا ربنا يباركك جزيلة. الين ربنا يباركك يقول كتاب ماذا يجد النفع لو ربح الانسان العالم كله وخسر نفسه او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه اليوم اللي بيروح ما بيرجع من اجل هذا مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة وإحنا عم نشوف حوالينا وعم نشوف في كل مكان الشر يعني الرب أكيد راجع عن قريب واستعد لأنه لا يعلم أحد الساعة لكن فكر في أهمية الموضوع وجدية هذا الموضوع أنه ما تضوع وقتك ما تضوع وقتك رح أخذ مكالمة من أخونا عباس من الكويت آه اهلا وسهلا اخ عباس اهلا اخوي عباس تفضل العافيه يعني رحمة والديك يعطيك العافيه تعيش يا حبيبي تفضل اخ عباس اسئله تسيق... 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 وايد مو... ما ش... اخوي اذا تكرم ما هي اعمال الانسان او اعمال أنا اليوم عملي هذه واحده كما تفضلت اليوم 365 سنه 365 يوم واليوم 24 ساعة واليوم 1440 دقيقة واليوم 86400 ثانية هل أنا أشتغل كل ثانية من هذا اليوم اللي الله عز وجل رزقني إني أعيش فيه وأتوب له هل أنا ذكرت هل أنا استغفرت هل أنا نقصت شو اسمه شكرت على هذه الأنعام وعلى لطفه لي بهذا اليوم اللي انولدت يوم جديد. اخوي تكرمت الآية اللي حطيتها فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان ان شنو؟ ان يتوبوا. ان, أن يتوبوا متغافي عن شنو؟ عن ازمنة الجهل. نعم. يعني الله عز وجل عفا عنك على العلماء اللي درسوك خطأ. على العلماء اللي وصلوا لك الأنباء والرسالة خطأ. طب باب التوبة مفتوحة السهين سهيل بهالاشياء هو الخسران فبعطيك ايه قرانيه شو تقول؟ ولو ولو انما في الارض من شجر شجرة اقلام والبحر يمده من بعد سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله وعيسى بن مريم هو احد كلمات الله عز وجل ان الله عزيز الحكيم اخوي عباس شكرا خلي اكمل الايه هذه خل من الايه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لن لنفذ البحر قبل ان تفذ كلمات ربي كلام نبينا عيسى ابن مريم الى يوم الدين م. وما ينتهي نعم ورحمة الله والديك شكرا جزيلا اخ عباس شكرا كثير على المداخله الله. بس حبيت بس اوضح شيء انه المسيح هو كلمة الله مش أحد كلمة الله هو كلمة الله طيب خليني أخذ مكالمة من أبو مهند ابو مهند تفضل انت معنا على الهواء مساء الخير مساء الخيرات تحية, تحية محبة للأخ نزار شاهين أهلا وسهلا وتحية, وتحية تقدير شكرا حبيبي شكرا قيمة الوقت الذي نصرفه نغري كيف تسلكون بالتدقيق مبتدين الوقت لأن الأيام شريرة وردت في أفسس خمسة 16 إن الوقت هو هدية قيمة من الله لجنسنا البشري يجب علينا أن نحافظ عليه بكل انتباه ودقة ونصرفه بكل أمانة لأن الوقت هو فترة تحضير للأبدية كيف يجب أن نستعمله أو نصرفه يا ترى ما هي الفرص التي بين أيدينا اليوم هل نتبع مثال الرب يسوع المسيح القائل ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني هذا فان لا يستطيع احد ان يعمل كما وردت في يوحنا تسعه اعمل عندما النهار يطلع اعمل عندما الشمس تسرق اعمل الليل الذي ياتي قبل الباب يغلق إن الذي ليس له رؤيا للأبدية لا يدرك قيمة الوقت. إن الذي ليس له رؤيا أبدية لا يدرك يدرك قيمة الوقت. أبو مهند الصوت انقطع، تفضل أيوة. الصوت انقطع. إن الذي.. إن الذي ليس له رؤية للأبدية لا يدرك قيمة الوقت. لكن ماذا بالنسبة لبقية وقتنا؟ هل نستطيع في نستعمله في خدمة السيد؟ هل نصرفه في تنمية علاقاتنا به؟ هل نصرف وقتنا بطريقة صالحة؟ بدل من القول لا وقت عندي قل هذا اليوم لي وللرب. نستعمله بطريقة ترضي لكي يعرف الجميع ربي الوقت مم. الذي نضيعه جدا ليس وقتا نعيشه بل وقتا نفقده وشكرا شكرا أبو مهند شكرا آه جزيلا طبعا آه يعني تمضي الأيام والسنون تنقرض سريعا كما يقول الكتاب وسريعا هذه الحياة سوف تنتهي لكن اللي بتعمله من اجل الرب هو اللي بيبقى، فشو انت اي نوع من الهديه التركي اللي بتتركه في هذه الحياه، ام بيمضى النهار وبيمضى الليل وانت غير مدرك اهميه الوقت. افتدي الوقت، افتداء الوقت كانك بتشتريه حتى تستخدمه كمن يشتري شيء معين بثمن، هذا الوقت ثمين هذا الوقت قصير اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم هو ذا الان وقت مقبول هو ذا الان وقت خلاص يقول الكتاب المقدس امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك. انا يعني عاوز اكرر شيء المكالمه اللي اتصل فيها اخوي محمد من مصر وانا بعتذر انه الخط انقطع لكن بدعوك يا أخي محمد أنك تتواصل معنا في الأسبوع القادم راح يكون أيضا بث مباشر رجاء اتصل أو ممكن تتصل تترك رقمك لأنه أنت عم تتكلم عن موضوع كتير كتير مهم أنت قرأت أنا بدعوك في هاي اللحظات كمان أنك تبتدي تقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل اقرأ عن سيرة حياة يسوع المسيح وبحب أعرف رأيك وبحب أسمع منك أيضا الوقت هو عطية هدية من عند الرب حتى هذا الوقت فعلا نستثمر كل إمكانياتنا كل مواهبنا كل ما نحن للرب فإذا أنا بدعوك لأنه في تقريبا فترة ساعة مضت يمكن في هاي دقيقة أمامنا ف... أنا بعطيك هاي الفرصة إنك أنت فعلا تطلب الرب يقول كتاب أن أجرة الخطية هي موت لأن الله بيحكم على كل إنسان أنه فعلا خاطئ فأنا بدعوك اليوم أنك أنت تطلب الرب من كل قلبك تعترف بخطيتك تآمن بيسوع المسيح وتضع ثقتك في هذا الشخص الأمين اللي وعد بالحياة الأبدية والذي قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا والرب يسوع وعد أنه كل شخص بيطلبه بيعطيه حياة أبدية هذا العمر قصير هذا العمر عم نعيشه فعلا عم نعارك كذا حاجة لكن اتذكر في يوم أنه رح نقضي الأبدية فالسؤال أين ستقضي الأبدية؟ عاوز أقول أنه قرارك اليوم هو بيأثر على مصيرك الأبدي وعلى حياتك الأبدية. ما تعاند ما تتكلم بكلام بس مجرد دفاعاً عن شيء من غير ما تدرك الحق أو الحقيقة بأكملها. الكتاب المقدس بقول فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضياً عن أزمنة الجهل. يمكن في كتير اشياء عملناها عن جهل لكن اليوم تعونا نتوب نؤمن ونرجع للرب إلى اللقاء